وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد تشرفت اليوم ولله الحمد والفضل والمنة أن زرت المعرض معرض السيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي تقيمه رابطة العالم الإسلامي بالمدينة المنورة، هذه المدينة المباركة بجوار مسجد قباء، أول مسجد بني على التقوى وأسس على التقوى. والله العظيم هذا العمل المبارك له غرس مبارك في مدينة مباركة سنجد إن شاء الله ثمرته وبركته ونفعه على كل من يزوره ومن يتشرف ويحظى بالاطلاع على حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كيف ونحن مطالبون بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، لا يمكن أن نتعلم وأن نتعرف على حياة رسول الله إلا من خلال سيرته، من خلال حياته، من خلال ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من أخلاق ومن صفات ومن شمائل عظيمة اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. من زار هذا المعرض وجد بغيته، وجد حاجته، وجد ما يشفي صدره وترتاح به نفسه من خلال معرفته بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الذين أمرنا بالتأسي به والاقتداء به والسير على طريقته صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وأمرنا الله عز وجل بالتأسي به بقوله عندما أشار سبحانه وتعالى وبين فضل النبي ومكانته صلى الله عليه وسلم بقوله وقسمه سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. نحن بحاجة ماسة أن نتعرف على حياة رسول الله وأن نتعلم من سيرته ومن حياته ومن سلوكه ومن أخلاقه ما نقيم به ديننا ونسير على منهجه صلى الله عليه وسلم، حتى نحظى بشربة هنيئة مباركة من حوضه الشريف لا نظمأ بعدها أبدا. في ختام هذه الكلمة أشكر القائمين على هذا المعرض وخاصة فضيلة الدكتور الشيخ ناصر الزهراني على جهوده المباركة المذكورة المشهودة المشكورة في هذا المعرض المتميز الذي بلا شك لبس ثوب التقنية وثوب التميز، ونطمع في المزيد إن شاء الله فيما يخدم ديننا وأمتنا وبلادنا ووطننا وحياتنا العامة. وفق الله الجميع وجزاهم الله خير الجزاء، ونشكر أيضا كل من ساهم ومن دعم ومن أعان على إقامة مثل هذه المعارض. وفق